السلام عليكم. اليوم معنا أشياء جميعنا نتمنى أن تكون موجودة في لعبة GTA 6. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الصلاة على النبي وذكر الله والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وأهم شيء لا تنسوا الدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم أنصرهم. وأهلا بكم يا أصدقاء معكم. وهيا بنا فلنبدأ. أول شيء، وهو الجيم الذي كان موجود في GTA San Andreas. للأسف GTA 5 وGTA 4 لم يكن يوجد بهم جيم، ولا يوجد بناء العضلات. Red Dead Redemption 2 كان يوجد بها نظام سمنة جديد، ولكن لم يوجد جيم مثل GTA San Andreas. وكان بإمكانك جعل CJ بعضلات. فحتى الآن أفضل لعبة في التاريخ في موضوع الجيم والعضلات هي GTA San Andreas. فأتمنى أن يطوروا عليه ويضعوه لنا في GTA 6. ثاني شيء، عودة نظام الست نجوم شرطة. لأنه آخر لعبة طبقت هذا النظام في سلسلة GTA كانت GTA 4. ولكن GTA 5 لم تطبق هذا النظام، وأصبح أقصى عدد من نجوم الشرطة هو 5 نجوم. في الأجزاء القديمة كنت تحارب الشرطة والقوات الخاصة لحد 5 نجوم شرطة، وإذا وصلت للنجمة السادسة يأتي لك الجيش لمحاربتك. فأتمنى أن يعيدوا نظام الست نجوم شرطة لGTA 6، لأنها ستكون في فايس سيتي، وGTA فايس سيتي طبقت هذا النظام. ثالث شيء، وهو إعادة المهمات الجانبية والكسب الحلال. كان بإمكانك في سلسلة GTA العمل بوظائف كثيرة، منها شرطة إسعاف المطاف. وكان بإمكانك في GTA Vice City العمل كرجل توصيل طلبات. ولكن في GTA 5 هذا الأمر لم يكن موجود تماما، وصراحة لا أعرف لماذا. وكان للمهمات الجانبية مكافأة لها. فمثلا عندما تنهي مهمات الشرطة سيكون لك درع قوته تصل ل200، وإذا خلصت مهمات الإسعاف ستأخذ شريط دم زيادة يصل ل200. وهناك أشياء أخرى مختلفة، مثلا في GTA San Andreas لما تخلص هذه السباقات ستكسب السيارة الوحشة الذي هي بهذا الشكل. فكان شيء جميل أنك بعد تعب طويل من المهمات الجانبية يتم حصولك على مكافأة بشيء نادر ومختلف. فنتمنى أن تعود المهمات الجانبية ومكافأتها في GTA 6. رابع شيء، وهو حروب العصابات، وتحديدا من GTA San Andreas. وأتمنى أن يضيفوها في اللعبة بأي طريقة. أنا أعلم أن لوسيا وجيسن أبطال GTA 6 حسب التسريبات ليسوا من العصابات. ولكن أنا أقصد أن يتم تطبيق هذه الفكرة على أي حرب مختلفة تناسب أبطال اللعبة، ولكن ليس شرط أن تكون حرب العصابات نفسها. فأتمنى إضافة هذا الشيء لأنه أسطوري جدا. خامس شيء، وهو زيادة عدد الأماكن التي بإمكانك دخولها في اللعبة، وجعلها أماكن كثيرة بإمكانك استكشافها. للأسف في GTA 5 لا يمكنك دخول العديد من الأماكن. أماكن قليلة فقط بإمكانك دخولها في اللعبة، بينما باقي الأجزاء يوجد بها أماكن أكثر بإمكانك دخولها ما عدا GTA 3 طبعاً. فمثلا المول في GTA Vice City، أماكن الشرطة والعديد من المباني والبقالات والمطاعم والكازينوهات وغيرها في GTA San Andreas. وفي Red Dead 2 Rockstar وضعت الكثير من الأماكن التي بإمكانك دخولها، وكأن كل الأماكن بإمكانك دخولها في Red Dead 2. ولا ننسى أنه كان بإمكانك دخول الديسكو في GTA Vice City. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. وإذا كنتم تريدون جزءا ثاني من هذا الفيديو أخبرونا في الكومنتات. وإذا وصلت لهذا الوقت من المقطع فأنت من أفضل متابعيني. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
وإذا كنت تحب ألعاب سلسلة GTA أو أي ألعاب منوعة فأنصحك بأن تشترك في القناة لأنك ستجد كل هذا وأكثر. ولا تنسى متابعة حسابي في التيك توك وصفحتي على فيسبوك وروابطهم في الوصف. وكان معكم النسر، ومع السلامة يا أساطير القناة.